السلام عليكم. كرسي البرلمان الفارغ ينتظر بعد مغادرة جبرية للرئيس المنتهي عضويته محمد الحلبوسي. هذا المنصب يحتاج إلى سلسلة توافقات تبدأ من داخل البيت السني وأخرى مع قوى الإطار التنسيقي من جهة والكرد من جهة أخرى. أولى الخطوات يبدو أنها معقدة وتشهد حالة من الصراع والتنافس، فلا اتفاق حتى الآن على الحزب المخول لترشيح البديل، على الرغم من إصرار حزب تقدم على تمسكه بالمنصب كونه صاحب المقاعد أكثر عدداً وسط معارضة الآخرين اللي تحركوا مباشرة بعد قرار المحكمة الاتحادية بطرح مرشحيهم سواء بالإعلان المباشر أو غير المباشر، مستغلين حالة اللاثقة التي عكستها قضية التزوير التي ثبتت على الحلبوسي وخلعته من منصبه. فهل ستكفي المدة المقررة وفق النظام الداخلي للبرلمان أم أن الموضوع سيحتاج أكثر من هذا الوقت بحكم حجم الخلاف واشتداد الصراع السني السني وبالتالي الدخول في نفق الإحراجات القانونية مع التشريعات الضرورية، وهذا ما تسعى له بعض الأطراف السياسية. جديد أحييكم مشاهدينا الكرام في حديث العراق، وأحيي ضيوفي الأستاذ وائل الحازم الباحث في الشأن السياسي والأستاذ عادل المانع عضو المركز الوطني للإعلام، وكذلك الشيخ مزاحم الحويت. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. حياك الأستاذ وائل. حياك الله. حياك الأستاذ عادل. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا بكم. شنو وين وصلت قضية ترشيح البديل؟ دور الكرسي هذا يبقى فارغ احتراما للسيد الرئيس المزور. يعني بداية مساء الخير عليك. حياك الله. على جمهوركم وعلى ضيوفك المحترمين. الموضوع مو بهذه السهولة. يعني أنت اليوم داخل البيت السني أكو كتل سياسية تملك مقاعد، وأكو كتل لها تأثير سياسي بدون مقاعد. زين. يعني عندنا حسن مثلا لها تأثير سياسي ولكن عندها مقعد واحد. كذلك عزم عندها مقاعد ولها تأثير والسيادة. لا بس الأرقام تحكم بالتالي. بالتالي هي لغة الأرقام هي اللي راح تحكم. أيه. النظام السياسي هذا عودنا على عرف سياسي معين وهي مسألة المكونات، وداخل المكونات 50+1. أيه. اللي يجيبه هو اللي يفوز. زين. هسه إذا تجي تحسب كتلة تقدم أو حزب تقدم عنده 45 نائب. أيه. المقابل إذا عندهم أكثر من هذا العدد فممكن أن يروحون بالتسمية. منو قصدك؟ قصدي المجتمعين، سيادة على عزم على حسن. أي. يقدرون يجمعون أكثر من هذه المقاعد يروحون. ما زي. يقدرون فبالتالي هي محصورة لكتلة تقدم. هسه هو هيك الاتفاق صار؟ لا مو هذا العرف السياسي الماشي. هسه هم بدأوا يحجون على قضية الفضاء الوطني. أها. نجيب مرشحين نطرحهم للفضاء الوطني. بدون اتفاق. بدون داخل اتفاق. البيت السني. داخل البيت السني. أي. هذه حقيقة ممكن تأثر جدا على الوضع السياسي السني. منو اللي قاعد يتحدث بهذه الطريقة؟ يعني اكو اصوات بدت من القوام من الكتل اكثر شيء من خارج تقدم. من خارج طبعاً. طبعا ومن خارج السيادة اساسا. فبالتالي هذا يأثر على الوضع السياسي داخل المكون السني. وكذلك ممكن يأثر على الوضع السياسي بالمجمل. يعني انت اليوم من تريد تروح لاختيار رئيس مجلس النواب اللي هو من حصة المكون السني، فأنت يجوز باكر عقبه من تريد تروح تخلي رئيس وزراء من حصة المكون الشيعي هم تروح للفضاء الوطني، فهذا هنا راح تكون اكو سنة جديدة. زين. يعني هسه الفكرة غير صحيحة. الفكرة انه ترشحون اشخاص ويطرحونهم امام الإطار وامام الكرد، وهذا برشحنا وشوفوا اذا يمشي خلاص بهالطريقة. اكو اصوات تنادي بهذا الكلام، ولكن السيادة وتقدم تحت عنوان القيادة متفقين أنه يطلعون بمرشح أو مرشحين. زين. بالتالي من تجي هي للواقع السياسي هي من حصة تقدم ما لازم تطلع، لأنه هو اللي يملك 50+1، ما حد يملك غيره.
داخل بس اكو اعتراض داخل داخل القياده على مرشح تقدم نائب او نائبين يعني. من هم؟ اعتقد استاذ سالم العيساوي. ايه هو ايضا مرشح سالم. ايه والثاني ما اعرف منه ما يحضرني اسمه بس يعني واحد او اثنين اللي معترضين. معترضين على شنو؟ معترضين انه احنا هم لازم نرشح يعني قصدي قياده بتقدم وبسياده. ايه فكان الحلبوسي يريد اسم من تقدم تدعم القياده كلها. ولكن العيساوي واعتقد اكو شخص ثاني وياه قالوا لا احنا نطرح اسمين، اسم من السياده واسم من تقدم. زين الحلبوسي يعني الحلبوسي يريد هسه يريد هو يرشح واحد مكانه ومن تقدم صحيح؟ من تقدم يعني غاب الحلبوسي يروح يصير ظله. طريقة منو قال ظله؟ اه منو قال ظله؟ ما احنا همنا من بس هل الكرابلة رشحوا محمد الحلبوسي هم قلنا ظلهم وبعدين صارت المشاكل وصلتنا الى مصر بيناتهم. منو قال يصير ظله؟ بالعكس يجوز قد يجينا يرشح لنا فت شخصيه وطنيه مثلا. زين ليش الا ظله؟ رشح لنا شخصيه ليش يعني الحلبوسي مو وطني مثلا يرشح لا لا هسه هو بدينا كلامك اشاره غريبه. تقول يرشح ظله؟ اي منو قال ظله؟ جزءين على شخص وطني عنده بالقائمه يريد يرشح. زين هل يحق للحلبوسي وهو مزور بحكم قرار المحكمه الحلبوسي مزور ان يرشح رئيس اكبر سلطه بالدوله سلطه تشريعيه رقابيه يرشحها واحد ثبت تزويره؟ هسه انا موضوع مزور شوف يا للامانه هذا الموضوع يحتاج له خبير قانوني يسولف. لا لا هو المحكمة هي الخبير القانوني. لا لا عفوا المحكمة أشارت إلى أنه أكو استخدام خاطئ للسلطة. بدليل أنه أنت اليوم إذا كان الحلبوسي مزور وعفته أو نهت عضوية المحكمة الاتحادية فعلى أي أساس نهت عضوية ليث الدلياني؟ إذا هذا مزور فإذا أكو ضار ومتضرر. زين إذا الضار هو محمد الحلبوسي فالمتضرر ليث الدليمي المفروض يرجع. ولكن المحكمة في قرارها لامت الطرفين. زين وحسبت أنه التصرف الاثنين هو تصرف غير صحيح وبالتالي نهت عضوية الطرفين. تمام. فقضية أنه مزور يعني هذه قلت لك هذه يحتاج لها قانوني يحكي بها. واضح. ولكن هو استحقاق انتخابي بالتالي انت عندك استحقاق انتخابي. واضح. هذا الاستحقاق الانتخابي بما انه محمد الحلبوسي بنظر القانون هو لحد اليوم رئيس كتله التقدم. فحصه التقدم هي الكتله الاكبر داخل المكون السني حصتها انه ترشح. يعني هو قانونيا لا زال هو رئيس كتله التقدم. اي مو بعد. حياك الله شيخ مزاحم. هلا بيك. حياك الله اسمعني شيخ مزاحم. أسمعك واضح. عندنا قضية اختيار رئيس البرلمان الآن جزء من سياسيين السنة يريدون يطرحون مرشحين للفضاء الوطني يتحدثون مع الكرد والشيعة بأنه هذا مرشحنا إذا تنتخبونه وهاي هم الأطراف المعارضة للحلبوسي والخنجر. الجزء الثاني اللي يتمثل بالقيادة الحلبوسي يريد أن يرشح شخص لكن لحد الآن ما واصلين إلى مرحلة قضية إنه الحلبوسي يرشح شخص عنه مقبولة سياسيا اجتماعيا شعبيا. نعم. تحية لك أستاذ ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. طبعا موضوع تدخل الحلبوسي في شؤون منصب رئيس البرلمان هذا أصبح من الماضي. اليوم الحلبوسي هو أصبح يعني رجل مواطن عادي لا يحق له التدخل في شؤون حصة المكون السني. لا شو رئيس كتلة سياسية مواطن. نعم. عنده وزارات ثلاثة. رئيس كتلة سياسية وعنده وزارات ثلاثة وعنده كم مقعد؟ 45 مقعد. شوف أستاذ اريد أقول لك كلام. الرجل زور وإحنا بالنسبة لنا إنه أكو اتفاق لدى القيادات السنية شبه يعني محسوم الأمر إنه لا يمكن ترشيح أي شخصية من المحافظات الغربية سوى الأنبار. يعني اليوم إحنا لا يجوز إنه معاقبة محافظة الأنبار وأهلها بسبب الجريمة التي ارتكبها الحلبوسي بتزوير تاريخ استقالة السيد ليث الدليمي ونحسبها على الأنبار وعلى أهلها، هذه من المستحيل. اثنين اليوم الشبه يعني إنه
هناك اتفاق على ترشيح السيد سالم العيساوي لمنصب رئاسة البرلمان حتى لا يضجون أهلنا بالأنبار ويستقلها الحلبوسي، يستقل هاي النقطة أنه شوفوا أنا من الأنبار وراح المنصب صار النينوى أو صلاح الدين أو ديالى أو كركوك أو البغداد، لا المرشح القادم راح يكون من الأنبار ومن الفلوجة من مسقط رأس رئيس البرلمان المخلوع السابق الحلبوسي هو السيد سالم العيساوي، وماكو أي مرشح راح يكون منافس للسيد العيساوي لمنصب رئاسة البرلمان سوى حزب تقدم، وحزب تقدم هم راح يعني هم اللي زوروا هذا الشهادة وهم اللي جابوا نفسهم. زين اريد اسالك سؤال استاذ العزيز، من الحلبوسي هو يريد يختار شخصية، ويريد ليش الحلبوسي دمر نفسه، ليش دمر حزبه، ليش شوه سمعة اهله وناسه ومنطقته ومحافظاته؟ شلون 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 يا اخوي هاي انت تقول هاي الشيخ مزاحم وقف مع الحلبوسي الشيخ مزاحم هاي انت تقول انت تقول شوه بس اسمح لي هاي انت تقول شوه منطقته وشوه ناسه وشوه كذا، رجل عنده مناصرين لحد هاي اللحظة يعتقدون بأنه الرجل هو القائد والزعيم، أنت قاعد تحكي بطريقة ما أدري شنو وش نظرك أنت؟ لا شوف ما عندنا لا زعيم ولا قائد ولا ظل هذا، لأن شنو أنت شايف واحد إذا يريد يتزعم مكون سني يروح يدمر أهله وناسه ويروح يطلع والله تعال فلان زور التوقيع روح أنت مستقيل، نجمة جبوري محافظ النينوى وقائد عمليات تحرير والله كتب عليه والله على هيئة المساءلة واشتثوا اليوم الرجل استقال وراح. زين عندك الشيخ عبد الله الخربيط من ضمن اللي استهدفهم الحلبوسي هم بالانتخابات راح دعم ناس ضد عبد الله الخربيط وخلاهم يفوزون، وعلى موته عبد الله الخربيط ما يصير نائب ويدافع عن هلونا هذه كلها نعرفها. الحلبوسي من صار بالبرلمان استلم 2018 رئاسة البرلمان كان رجل يعني ما عندنا مشكلة نهائيا معه، إلى نهاية هاي الدورة 21 تغير عن مكون السني كامل، واللي دمروا الحاشية اللي بصفوا الناس اللي جابوا فلان مدري منين وفلان مدري منين هم دمروا وبعدوا عن المكون السني وخلوه هذا حاله وراح ينهزمون وعوفونه. زين وإحنا هم يعني نعرف زين حزب الحلبوسي أصبح ضعيف والأيام الجاية راح أكيد اللي راح يكون بيناتنا حلقات وراح تشوف إنه حزب الحلبوسي راح يتفلش والنواب راح يتحولون على كتل والمرشح هو الآن المرشح بحكم الأرقام الآن المرشح بحكم الأرقام والاختيار بموافقة جميع الأطياف ومن ضمنهم الأخوة في الإطار التنسيقي لهم دور كبير وإحنا لا نستغني عن موقفهم ودعمهم للمرشح السيد سالم العيساوي. واضح 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 سيد عادل، معلوماتي أنه الإطار التنسيقي مقسوم إلى جزئين، جزء يقول إحنا مع الإجماع السني يجيبون المرشح متفقين عليه داخل البيت السني ويجون يطرحونه علينا، قسم يقول لا البيت السني والبيت الكردي ما انتظرونا بالإجماع بالفترة السابقة ولذلك احنا مستعدين انه نقبل المرشحين اللي ينطرح علينا نقبله سواء من هذه الجهة او من هذه الجهة. وين وصلوا الإطار التنسيقي؟ وين وصل الموضوع؟ شلون راح يتعاطون وياه بأي طريقة؟ بدأ تحياتي لك دكتور ولضيفيك الكريمين ولمشاهديكم الكرام أينما كان. لو سهلا الله يحييك. هسه بغض النظر عن القضيتين هذه أو تلك، هو لا يمكن أن يكون رئيسا جديدا للبرلمان ما لم يحظى بقبول من البيت الشيعي بشكل عام. أي. فبالتالي بأي طريقتين يمضي إذا كانت هناك قناعة وموافقة على الشخصية المطروحة يمضي، سواء كان يقدم لهم كشخصية أو يفرز من خلال التصويت الحر. وهذا طبعا ما راح يدخل التصويت الحر على مجموعة أشخاص ما لم يكن أساس الأشخاص الداخلين هم يحظون بالمقبولية، ما راح يجي واحد يجي من خارج السياق وفاز ويفرض عليهم، لا هذا الحديث ما يصمد أمام البحث إطلاقا. ولكن هاي يعني مو اي واحد يرشحوا لهم لا طبعا لا يتم الاتفاق السياسي قبل ان يطرح الى الترشيح انه عندنا احنا وصلنا الى
عدم توافق يا مجمع سني، لا تقدم ولا سيادة ولا عزم ولا حسم ولا بقية الأطراف اتفقت على شخصية معينة، فبالتالي احنا راح نرشح مجموعة شخصيات من تقدم من كذا، تطرح 5-6 أشخاص، بالتالي هاي الأشخاص يجب أن يحظون بموافقة البيت الشيعي لعرضهم على التصويت داخل البرلمان. وبخلافه كل من يتحدث، أكاد أجزم أن أقول كل من يتحدث خلاف هذه الصيغة هو يعني كمن يمني نفسه في السراب، يعني كما يمني الحلبوسي الآن نفسه بأن يقدم هو مرشح. هذا الآن الحلبوسي بمقام يستخدم ورقة الضاغط، الضاغط على مجموعته حتى يحل بديلا يعني قضايا نفسية، يحل بديلا له بعنوان تقدم، يحل بديلا له ممكن أنه أن يسيره في هذا الاتجاه دون هذا الاتجاه، ولكن عنده وفق المعلومات عنده أرقام هسه المعلومات المريتة، عنده أرقام تأهله أنه يقدم مرشح، لأنه ما زال هو رئيس حزب تقدم قانونيا الرجل. والشيء الثاني، حزب تقدم هو أكبر كتلة سياسية سنية في البرلمان. لا مو قانونيا، سيجوز خلال الأيام القادمة تكشف هاي القضية. أولا هو رئيس برلمان وأقيل من قبل أعلى سلطة تنفيذية، سلطة قضائية في البلد، المحكمة الاتحادية اللي لا بها لا استئناف لا تمييز لا كذا، حسم الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ما دام حكم وفق مادة اللي هي اتهام بالتزوير بشكل مباشر، والتزوير هو واحد من الجرائم المخلة بالشرف، هذا التعريف مالتها. فالآن حزب تقدم سيدخل انتخابات مجالس المحافظات، لابد أن يصار إلى انتخاب رئيس جديد إلى تقدم ويسجل رسميا بديلا من الحلبوسي. إذا كان الحلبوسي بعنوان رئيس لغاية هذه اللحظة، يجوز حتى الانتخابات القادمة ما يدخلها تقدم. لابد أن يكون إبدال. هذا الإبدال يعني كما عهدناه، والقضية هي قراءة واقعية لما يجري. يعني البيت السني تقديرنا واحترامنا الشديد لهم ولشخصياتهم إخواننا، ولكن ما عندهم زعامة سياسية، أقصد بالزعامة الزعامة سواء كانت هي بالمنصب أو خارج المنصب هي تبقى زعامة، ما عندهم، لأنه هم يذهبون إلى أن يلتفون حول منصب رئيس مجلس النواب اللي يعتبرونه هو كشخصية زعامة، مثل ما كان أسامة الجيفي بالسابق، مثل ما كان المشهداني بالسابق، وهكذا. اليوم فاليوم بذهاب الحلبوسي ومغادرته هذا الموقع، لابد على البيت السني أن يدفع بشخصية مقبولة تحظى بتوافق الكردي والسني معا، لأن اليوم الحديث يجري على أنه الخلاف اللي كان جاري بين السيد خميس الخنجر والسيد الحلبوسي في ما مضى من الزمن وسوية، عدل هذا الخلاف بوساطة قطرية تركية وصارت السيادة وصارت تقدم. اليوم الحديث يجري عن أشخاص أخر اللي إنه راح يدخل على الخط لاعب دولي أيضا تحترم رؤيته من قبل الكتل السنية. هسه من هو هذا؟ ما أعرف هسه، ما عندي أسماء آلي بقدر ما لا يعني هسه يعني أنت قلت دخلوا القطريين والأتراك بالسابق، إيه اللي وصلوا هسه بالجديد شنو؟ هسه اللي وصلوا على أنه الكتل السنية مجتمعة، ما أريد أسميها الكتل السنية مجتمعة. أسأل الأخوان قد أنه يعضدون هذه الفكرة أو إذا الجانب الإيراني هو الجانب الإيراني مرحب من قبل البيت السني. أنا أقول لك يا أستاذ عادل الآن أنا أتحدث معلومة بالعموم. لا هسه بعيد، لا بعيد يا أخو، أكو هذا الجانب اللي تحكي قسم، هذا تأثير إقليمي، قسم آخر ممن يتعاطى مع مثلا السيادة ممن إذا دوليا سوى الجانب الإيراني. لا لا ليش لا لا قطر يعني قطر لها دخل، تركيا لها دخل، لا يعني ما يتقبلون أي واحد غير الجانب الإيراني. نعم ليش قطريين والأتراك لا 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 كلها مرفوضة. هو الرجال قاعد يحكي معقول يعني الرجال قاعد يحكي بصوته يتحمل مسؤولية كلامه. إيه
أنا أتحمل مسؤولية كلامي، لأن الجمهورية الإسلامية لها فضل كبير على البيت السني وعلى المناطق المحافظات الغربية عندما تم تحريرها من قبل الأخوة بالحشد الشعبي والأخ الشهيد قاسم سليماني، وإحنا نحترم تدخلهم ونحترم إنه هم يتدخلون بحل الخلاف، وإحنا دعيناهم سابقا. ما حد قال هسه لحد الآن ما حد قال تدخلوا الإيرانيين في عملية اختار رئيس بالرمان. أكو هم محضر خير بالقضية، محضر خير. هذا جزء من البيت السني يذهب إلى هذا الرأي، جزء مو تعميم، جزء هذا رأي مقبول يعني ما عليه إشكال. هذا جزء، بس عندنا القضية الأهم اللي أعتقد الأستاذ باختصار أريد أنتقل للأستاذ وائل. القضية اللي طرق لها الأستاذ إنه في قضية إنه المحكمة الاتحادية وهذا هذا قضية التزوير ما ممكن مناقشتها إلا من قبل قانوني، أقول لا، إنه المحكمة الاتحادية كانت لائحتها واضحة، كانت لا. وليش ما أقيل ليث الدريمي؟ لأنه التاريخ عندنا، التاريخ من يا تاريخ القضية الأولى، من يا تاريخ الكتاب الأول، مو من شهر 22، مو من شهر 7، ما أعرف 7/22. المحكمة الاتحادية ذهبت إلى هذا الرأي وهو رأي أيضا حكيم، لو أقالت الحلبوسي من تاريخ السابق بناء على تزويره لكان كل القرارات اللي اتخذها مجلس النواب العراقي بإدارة الحلبوسي تعتبر باطلة ويعاد النظر بها. تمام، شنو الغلط اللي قلته أنا؟ لا، مو أنت قلت ليش ما برأت ليث الدريمي وشركته وهي حلبوسي بهاي القضية، وهو صاحب الشكوى وهو صاحب الدعوة للمحكمة الاتحادية. لا، هو هذا المتعارف، أنت من أكو شاكي ومشتكي، غير يبرأ أحدهم ويتهم الثاني. ولهذا أقول لأنه المحكمة يقول لك هي قالت هذا وقالت هذا، قالتهم اثنيناتهم. إيه ليش؟ زين، هذا مزور، هذا ليش؟ معناته لا ترجع بأثر رجعي. شلون أوكي ماكو أثر رجعي، هو أكو متضرر ليث الدليمي راح رفع دعوة يم المحكمة قال أني الحلبوسي زور التاريخ مالتي مال استقالة. المحكمة قالت إيه مزور، تنهي عضويته. ليش هذا أهم أنها تعضويته؟ هل حضيته لأنه قدم ورقة بيضاء بإمضائه لرئيس اللجنة؟ ألف رحمة على والدك. هو هذا الكلام. إذن إيه ليش محكمة تم التاريخ من يوم من شهر 7/22؟ إذن القضية ستتسألني أنا ليش؟ لا، أنا قال أنا أعطيك الجواب. لا، أنا قلت إنه هذا الموضوع يناقش من قبل خبير قانوني أفضل من عندنا إحنا، يعني الموضوع حتى وإن قرينا اللائحة نقراها كل من على هواه، ولكن الرأي القانوني هو بناء على الحكم الصادر في الحلبوسي مزور وذا قدم ورقة بيضاء، يعني هسه اللي هذا القراءة اللي شفناها إحنا عموما. هذا اللي ذكروه الأساتذة قبل شوية إنه أكو وساطة، طبعا حديث عن إنه رئيس البرلمان يدخلون به الإماراتيين الأتراك والحبايب والقطريين، القطريين حبايب هو معقوله؟ اي الحبايب كل ذول يتدخلون؟ هسه مو يتدخلون، كلهم عنده راي. ليش يعني هذا اللي يدخل حبايب؟ يعني احنا هاي سياده يعني ولد. بالتالي عزيزي يعني يدخلون هسه حاليا اكو تدخل ولا شنو يدخلون؟ يفرضون؟ ما اعرف. لا مو فرض، ماكو شيء اسمه فرض. مثلا دفع ترشيح شخص، ماكو اي قوه، ماكو اي قوه. اي دوله خارجيه، دوله مجاوره او غير مجاوره للعراق ممكن تفرض على اي جهه سياسيه عراقيه. ولكن تنطي رؤية زين، وحتى لو تكون رؤيتها محترمة مو بالضرورة يمشي بيها. ايه، بالتالي منو اللي يدخل؟ بالتالي هسه معلوماتك كل الناس تدخلوا؟ يعني 100%. من تدخل؟ يعني عندك ناس تدخلت بالضد وناس تدخلت مع. منو المع تدخل؟ المع اكيد تركيا على إمارات. ايه، يعني اللي عندهم علاقات قويه. ذول يشير الاتراك والاماراتيين شي يريدون يعني مع من؟ مع الحلبوسي لو مع منو؟ هسه الاتراك خلينا نقول مع القياده بصوره عامه. الاتراك مع الخنجر، مع القياده. ايه، مع يعني وحده مع الخنجر والحلبوسي مع أي. وحده القياده. الاماراتيين لا، علاقتهم جيده بالسيد الحلبوسي. الكويت علاقتهم جيده بالسيد الحلبوسي. زي. اكيد راح يدفعون باتجاهه، باتجاه ما يريده الحلبوسي. بالضبط. آه. ولكن انت خصوم الحلبوسي. ايه، هم عندهم علاقات وهم حبايبهم هوايه، يعني مع الاردن مثلا، مع ايران، مع مصر، يعني ما تدري، قصدي ما تدري لان هم مو واحد واثنين.
زين لا لا يعني انت من دا تحكي مع الاردن شنو مع مصر شنو يعني لا صدق اقول لك قد مع الاردن مع مصر مع ايران لان هم يعني هاي الثانيه ثابته عندك لو ما ثابته الاردن ومصر وايران ما لا ثابته لا 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 هذا ما ثابته بس الاولى لا ثابته بان الاتراك والاماراتيين والكويتيين شنو قصدي لان انت من تجي تريد تكتب اسم السيد الحلبوسي والسيد الخنجر كقياده مقابلهم اكو عده اسماء وكل من راح يستانس برايي ربعه سواء علاقته بامريكا علاقته بايران علاقته بغير دوله راح يستانس برايي ربعه زين فبالتالي العامل الخارجي شلون تقدر تعول عليه انت ما تقدر غير استئناس ويا ضخم وال همه ضخم وال ايه سمعت مش عن الجبور ايش يقول شو يقول ما ادري كم 120 مليار مليون دولار اعتقد على ما اتذكر 120 مليون دولار للحمله الانتخابيه راحت للحلبوسي من الامارات هسه هذه وان كانت المعلومه غير يعني غير معروفه يتحمل مسؤوليه سياسي سياسي والرجل يعني مواقفه متقلبه بصوره مستمره والرجل يعني الحمد لله من هنا الزوراء الى قصدي الكلام حلو ترى نقدر نجي نقعد نسولف نذهب نضرب هذا نحكي على هذا نتهم هذا لكن بالتالي احنا هذا الكلام كله ده نصنع طبقه سياسيه نروجها للعالم على انه هي طبقه عميله فهذا صحيح بس هذا مو واحد يقول على الثاني هيك احنا ما قايلين لا لا قصدي ما هو سلوكه هذا هو سلوكه ده يتكلم انا انت سجلت هسه قبل شويه انا اقول استاذ وائل بس اسمح لي انت قبل شويه قلت ذولا الاماراتيين يتدخلون والاتراك يتدخلون لا 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 ما قلت يتدخلون قلت عندهم رأي قد ياخذون بي هسه اضرب لك مثال السيد اسامه النجيفي مره من المرات قال اني الاتراك جوي اتفقوا وياي على قضيه معينه انا ما وافقت عليها زين عرفت شلون علاقته جيده بتركيا اجت جابت له فد اتفاق معين بس بالتالي ما فرضت عليه وكذلك باقي السياسيين زين تمام يعني هو بس احنا من نحكي يعني يطرحون مشاريع لكن قد تقبل وقد ترفض هاي تبقى هو خب واضح اذا يعني راد يصير اذا راد يصير عميل ف شلون شو يقول المثل عدي على ابن الناس غير مروته هو بعد اذا راد يصير عميل بعد شو تقدر تسوي له المفروض ولكن والعماله تنكشف الله وكيلك هو صاروا عملاء وانكشفوا وراحوا واندثروا ودفنهم الزمن المفروض اكو قانون يحاكم العميل بألف رحمه على والده ومهما يكون عميل لاي دوله مو عدت من ياخذه واجيب هسه نقول القانون موجود ولكن هم نوبات السياسه شيخ مزاحم قال لك ما احنا نرفض اي تدخل ما عدا التدخل الايراني الايرانيين بس من حقهم يتدخلون ويتدخلون شنو محضر خير هو هسه هو الرجل هو يقول لك هذا للسنه ما يقبلون تدخل ثاني بس الايرانيين احنا مرحبين بهم هو ما تقول لي الناطق باسم عمر بن الخطاب هسه ايش ما ادري بالسنه السنه معروفين علاقاتهم متعدده واي واحد بيهم يجي يقول له يطير رؤيا يقول له اوكي هسه ما تقول لي منو هذا اللي يحكي باسم السنه الله يخليك هاي شلون بس فهمني يعني اكو هيك منطق انه يطلع واحد بالتلفزيون يقول السنه ما يقبلون او السنه يردون إيه ما تقول لي شنو السالفه انت سائل السني سني سني مو منطق هذا الحكي احنا لو نحكي حكي منطقي لو نسد نعزل ونروح نقعد ببيوتنا انا دا اقول لك هسه على عكس ما قال استاذ عادل يقول ماكو زعامه هي مشكلتنا مو ماكو مشكلتنا بتعدد الزعامات يا اخي صار عندنا بالقريه زعيم ما شاء الله صلاح الدين عندنا زعيمين ثلاثة. لا هاي مزرعة البصل موجودة في كل الجزء. إيه الأنبار بها زعيمين ثلاثة. ما أدري منو بها زعيم. هي المشكلة بس بغداد المسكينة اللي ما بها زعامة. زين. شيخ مزاحم. فأنت قصدي هذه الزعامات عندها ارتباطات وعندها علاقات بدول هي بعد كل من ليش أجي أحدد ما يقبلون لا شيخ مزاحم أنت منو قال لك أنت منو اللي خولك تتحدث باسم السنة والسنة ما يقبلون إلا بالتدخل يعني بتدخل من إيران وما عندهم غير إيران وإيران هي الصديقة الوحيدة وكذا رجال جاي أحكي لك عن إمارات أو عن تركيا أو عن الأردن وعن مصر يا إيران لا شوف استاذ بعدين انت منو خولك تحكي باسم السنه لا لا بس اسمح لي طبعا هذه الدول اللي هي لخصها لك استاذ وائل قال لك انت شنو الناطق باسم عمر بن الخطاب لا شوف مو شغله ناطق باسم عمر بن الخطاب او شيء هذا حقوق مكون سني هذا اي واحد مواطن اي واحد هذا حقوق مكون سني لعب بها واحد
دمر سمعتها وزور قام يزور وكيف قام يشتغل. شوف اريد اقول لك استاذ العزيز اليوم اذا 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 تركيا واذا الامارات واذا مصر واذا الاردن هاي الدول كلها هي نعرف احنا شو يريدون، يريدون يسعون على عوده الحلبوسي على المنصب. لكن احنا نقول للحلبوسي حلم ابليس بالجنه عودتك الى المنصب، هذا من المستحيل. هاي نقطه. النقطه الثانيه احنا اليوم من يصير يعني حكي اغلب قيادات السنيه من يصير حكي ويصير كلام ان التدخلات الدوليه لا لا احنا نشوف تدخل الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يعني كتلتك ما راح تصوت على المرشح الحلبوسي لحل الخلافات، لان الجمهوريه الاسلاميه تدخلت بحل خلافات بين البيت داخل البيت الشيعي. هم انا من يعني احنا ما عندنا مشكله بس جاوبني بس جاوبني كتلتك ما راح تصوت على مرشح الحلبوسي. لكن هاي الدول اللي دعمت الحلبوسي هي تحمل ما عمله الحلبوسي بالمكون السني. زين هو شنو اقول لك كتلتك ما راح تصوت على مرشح الحلبوسي؟ لا ما اصلا الحلبوسي ما راح يقدم مرشح ولا القيادات السنيه راح تقبل بترشيح اي شخصيه من حزب تقدم، لان حزب تقدم يا هي القيادات السنيه اللي ما تقبل. صحيح شيخ 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 مزاحم يا قيادات وقدم قدم قدم وسوى ورشح الحلبوسي وتالي ما تالي يزور تاريخ باسم بهذا المنصب وطلع له شخص لا بها ولا عليها. شلون تريد نحن نجيب واحد من حزب تقدم؟ احنا ما نقبل واحد يجي من حزب تقدم. القيادات السنيه والنواب السنه والكتل السنيه عندها مرشحين وهي من تقدم، لكن الاوفر حظا واللي متفقين عليه بالاغلبيه هو السيد سالم العيساوي، هو هذا من الفلوجه ومن الانبار حتى لا يزعلون اهلنا بالانبار يقولون والله المنصب اخذوه اهل الموصل او اخذوه اهل التكريم. بس الحلبوسي ما يقبل، الحلبوسي ما يريد واحد من الانبار. لا احنا نريد من الانبار. ليش مو كيف الحلبوسي؟ لا احنا نريد من الانبار لان هاي من استحقاق الانبار واحنا نريد من التوفيق. الانبار ان شاء الله. زين هسه انت ما فهمتني، انت الناطق باسم عمر بن الخطاب؟ يعني الا تعال الا فهمك يا اخي، اذا ناطق باسم عمر بن الخطاب واذا باسم اي واحد، احنا قاعد نحكي الموضوع اللي قاعد يجرى وهذا اسم مكون واحنا قاعد نحكي. يعني قبل شويه الاخ عادل المانع تحدث خوش كلام قال يعني اي شخصيه اذا يصير لازم ياخذون موافقه البيت الشيعي. هسه هذا هسه هذا 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 عرف سياسي. ما ايضا ما ايضا بزمن بزمن قصي السهيل هم انا ما وافقوا السنه والكرد ما صار من رشحه تذكر ب 2018 او مو 2018 بعد استقاله عادل عبد المهدي ب 2020 هذه مو مثلبه يعني مو مثلبه لازم يصير اكو توافق وطني. لا بس هذا بس خلي بس اسمع ايش يقول. اذا التدخل واذا ناخذ راي ما يصير، احنا وهم اقرباء يعني البعضنا. اولا احنا عرب، احنا ما لنا علاقه بالمذهب هذا السني وهذا الشيعي، احنا كنا عرب وكنا واحد وهذا المنصب منصب خاص للعرب حتى مو للاكراد، الاكراد ما لهم علاقه بالمنصب، شلهم تدخلهم الاكراد يعني تاخذ العرب بس اسمح لي يعني هل يسمح لشخصيه شيعيه بتولي رئاسة مجلس النواب؟ ماكو مشكله ماكو مشكلة. اذا نتفق ماكو مشكله، بس الاخوه الشيعه هم ما يريدون هذا الشيء. الاخ قيصر خزعلي قالها، قال يعني اي واحد يريد يرشح من حقه يرشح ماكو مشكله، بس احتراما لنا الاخوه الشيعه احتراما لنا هم متدخلين لحل الخلاف ومن اجل الوصول على مرشح، وان شاء الله الايام المقبله راح نطلع كلنا مرشح واحد لرئاسه البرلمان. سيخلدكم التاريخ يا سنه العراق اذا ذهبتم الى هذا الراي وتقبلون بمرشح عربي شيعي لرئاسه البرلمان ستخلدون بانكم كسرتم المحاصصه. هذا المسار الصحيح. هذا انا وياك استاذ مزاحم انا وياك هذا صحيح. بحكم المحاصصه رئاسه الوزراء للشيعة وتاخذ رئاسه البرلمان وياها اذا انهار هذا الركن سينهار الركن الثاني. اكو شخص اذا انهار هذا الركن سينهار الركن الثاني. ولكن استاذ مزاحم دقيقه بس كل القيادات والشيخ قيصر خزعلي واكرم الكعبي كلهم جو قدموا وضحوا من عدا صحيح. يعني صحيح عندنا هذا الفكر انه والله هي راح
التاريخ والتاريخ ماكو فرق بيناتنا. زين احنا كنا عمار وقرايب. بس انا جحيشي ابن عمي جحيشي ذاك يا الشيعي، انت دليمي ابن عمك دليمي شيعي، شنو هذا الفرق اللي احنا قاعد ندخل بيه حتى تدخل بيناتنا؟ تمام احنا نتحدث على مستوى سياسي، احنا نتحدث على مستوى سياسي من المعيب احنا نحكيها. تمام شيخ مزاحم اقول لك كلام، القربيه ما اخذ وزراء سنه، شوف ليش مو عندنا سنه بالبصره؟ ليش ما ينطون اهل البصره منصب وزير؟ ليش ما ينطون بالنجف منصب وزير؟ شوف هاي كلها مقموعه، الناس كلها مقموعه، طلع لنا واحد هو قام بكيف وقام يسرح ويمرح، وهذه ثالثه وثالثه اخير شيء راح يقعد بسجن. والله تمام والله هذا سؤال منطقي. زين انتوا ليش ما تطون اهل الجنوب؟ خل ارجع شويه. تفضل صدق احنا ذول الجنوبيين ليش ما ينطونهم منصب؟ منو السنة الجنوبيين ليش ما ينطونهم منصب؟ ليش احنا ما عندنا هناك؟ لا اكو شو اسمه؟ خاف لين شروقية احنا ما ننطون. اكو لا صدق والله جديات، ليش هذا؟ ذاك اليوم هم واحد من الضيوف هنا وهم اقترح قال ليش ما عندنا بالكوت؟ ما عندنا بالناصرية؟ ما عندنا بالبصرة؟ صدق ذولا ولدنا ليش يعني؟ صعدوا؟ وين هو؟ اكو واحد من عندهم وزير؟ صعدوا؟ شنو صعدوا؟ ما صعد. يا صعد من عندهم؟ صعدوا نواب، صعدوا نواب باصوات ناسنا. لا شلون انا يعني النواب صوتنا لهم وصعدناهم؟ يعني صعد نائب سني عن الكوت مثلا عن واسط؟ ها؟ صعد نائب سني لا عن البصره ما كان موجود. لا تختار كعنوان يعني مثلا وزير، ليش ما يختار سني؟ خوب خلي رشح ونطيه اصوات انت وصعد البرلمان. صعد واحد من عندهم صعد قبل فتره توفى الله يرحمه بحادث سياره. من هو؟ واحد من اروع النواب من البصره موجود. اي طبعا اي لا لا هذا رجل الله يرحمه، لا موجود هذا، هذا رجل اشتغل سياسة ودخل ضمن منتظم سياسي ودخل انتخابات ورشح وفاز. بالتالي ما حد منعه، ولكن أقصد باقي السنة إذا قلبك عليهم عمي خلي رشحون وانتخبهم. قلب عليهم ليش؟ دول الجنوبيين يعني هو الموضوع. دول الجنوبيين بعدين منو قال لك؟ دقيقة دكتور جمال الكربولي ابن الجنوب. جمال الكربولي ابن الجنوب؟ اي نعم ابن الحلة. وروح ابحث على هالمعلومه هسه. هاي عود جد 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 مدري قاعد تحكي. لا 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 مو قبل 200 سنه، لا 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 حد قبل 10 15 سنه. لا يا ابن غير اسمهم خوش وين شو ادري غير اسم؟ شوف انه مدري قيادي، مو مدري قيادي يا قيادي دكتور جمال واخو دكتور. لا هو انا مو سؤالي انا شيخ مزاحم يقول لك ليش ما تختارون واحد من البصره؟ ليش ما تختارون واحد من الجنوب؟ واحد شنو؟ لرئاسه البرلمان. الله يخليك الله يخليك استاذ محمد، يعني اذا ما مرشحوا مو نائب شلون نصعد؟ ما تقول لي شلون يصير رئيس برلمان؟ لا اكره لا لا رئيس برلمان لا 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 صحيح كلامك، هو يقصد وزير مو يقصد رئيس برلمان. وزير زين اذا ما اصلا غير انطى مجال واحد. شيخ مزاحم شيخ مزاحم انت سالت سؤال التربيه، عندك وزارات كثيره ليش ما واضح؟ شيخ مزاحم انت سالت سؤال، انت سالت سؤال وزارتين على الاقل تعرفون شيخ مزاحم، تعرفون انه اكو مكون واضح واضح. شيخ مزاحم انت سالت سؤال، هم اللي ينتخبونهم وهم اللي يطلبون والبعض من قيادات السنه. شيخ مزاحم يا معود انت سالت سؤال، اسمح لي اسمح لي اسمح لي، انت سالت سؤال ودغدغت مشاعرنا الجنوبيه. مشوهم هو يقول لك وزير. اوكي وزير يقول لك وزير وزير وكيل وزير. جيب لي صدق ماكو. اوكي اوكي هسه ايه يا ابو الشرطي ما سووه شرطي شلون والله خلينا نحكي يا محمود. اي زين الاطار والتيار ليش ما جابوا وزير شيعي من الموصل ومن هسه القضيه؟ هسه القضيه مو هذا قرايبي خطيه بمنطقه نايه اروح اجيب اسوي وزير؟ لا غير مشتغل وياي بالحزب. شنو كفاءات؟ وين عايشين انتم؟ صدق يعني انتم لا شو يجيبون؟ شو منو جاب كفاءه؟ شو والله سالف؟ والله فهد منو جاب كفاءه؟ انت لا لا مو انت يعني انت تحكي لي بجمهوريه ما ادري منو. ايه هو هيك هذا مشتغل وياي بالحزب اجيب اصعد بيته بالبصره بيته بدهوك بيته ما ادري شنو. هو هيك تفكر الاحزاب؟ تمام انا اخذت وقته ما هيك صدق والله انت خلوا نجيبوا لكم واحد من انتم كسروا القاعده كسياسيين شيعه. عمي شو يكسرون؟ بس اسمح لي الله وكيلك بس خليني بس بعد الانتخاب لا حتى يكون على الحياد. لا بس لا سؤال حتى يكون على الحياد. ارجوك قبل شويه حكي لا لا ارجوك ثانيه مو حتى سؤال وياك حتى يجاوب. اي قبل اثناء ما انتهت حكومه عادل عبد المهدي
اكو واحد قال هاي منصب رئاسة الوزراء، هسه جنابك بدك تنادي به للمكون الشيعي منصب البرلمان. اكو واحد قال ليش ما نكسر المحاصصة وننطي رئاسة الوزراء للسنة؟ والله العظيم تهمات اتهامات ما خلص، لا هو بوست لك لا وطني لا عرضه لا امه لا مرض لا وظيفه شلون تحكي لك زين. مع العلم اني معه والله العظيم اني لو بمكان الشيعة اطرد السنة واطرد الاكراد واشكل انا الحكومة وانطلق بها وحدي. ليش؟ ويا ريت يسووا ليش طردهم؟ هي اطردهم. ليش طردهم يا اخي؟ تالي شلون اغلبية شلون عند أغلبية خلي أغلبية. خلي رئيس مجلس نواب وخلي يمضي وخلي الرئيس كله أغلبية. هذا 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 التعاطي الديمقراطي الصحيح. عمي أغلبية تعقد جلسة تشكل وتنتخب رئاسة بعدهم بالبيوت. زين هسه ليش تقول لهم والله ليش ما تجيبوا لكم وزير من البصرة؟ ليش ما تجيبوا لكم مدخول بالكتلة السياسية الشيعية؟ ليش ما تسويها؟ والكتلة السياسية الشيعية المفروض حصصها أكبر وضعها اكبر وهي رزاقتها اكبر ولا هو الاخ الاكبر. شفنا لهم مثلا جابوا لهم واحد من الموصل حطوه وزير بكتله بش اسمه بوزاره شيعيه مثلا. هذا الجواب حصص الكتله السياسيه الشيعيه. لا جوابه سهل هذا. متى ما بلغت اعداد الشيعة في المحافظات السنيه الرقم ذاته الذي بلغه السنه في المحافظات الشيعيه حين ذاك نذهب الى هذا المقام. الشيعة أنا أحكي عن سنة السنة بالمحافظات الوسط. لا تريدون أنهم تكسرون المحاصصة أخو، أنت تكسرون المحاصصة. لا مو أكسر، مو هذا لأنه أغلبية عنده. السنة بالمحافظات الوسط والجنوب تعدادهم إيش قد؟ انطيني رقم افرض مليون. ما عندي رقم. افرض هسه نفرض افرض مليون. ايه؟ بس الشيعة اللي بمحافظات السنية إيش قد؟ ما يصل نص هذا العدد. فبالتالي من صاحب الكثرة هو الذي يجب أن يذهب إلى هذا ومن ثم يتبع. ما لها علاقة. ما لها علاقة. بس إحنا ننسف هذا، ننسف هذا بالأصول. ننسف هذا بالأصول، ننسف هذا بالأصول. مو ذولاك مو بعنوان عرب. الشيعة اللي بالمناطق السنية. لا مو تحكي مرة نحكي هذا استحقاق عربي ومرة نحكي استحقاق شيعي. كان الشيعي يطبق ويا التركماني ويطبق ويا كارثة. لا هو لو صافي لو لا. عموما مو هذا الحديث. النقطة اللي تفضل راح نتقسم غرفة غرفة الله وكيلك. كراد وتركمان. انا بتقديري القادم اخطر. اها إيه بس احنا تجاوزنا هذه النقطة. احنا جبنا وزير تركماني سني. ليش ما تجيبون وزير تركماني؟ جابوا كان محمد البياتي وزير تركماني. جاسم محمد جعفر تولى وزارة الاعمار والاسكان ووزارة الشباب لدورتين وهو رجل تركماني على اية حال. لا النقطتين اللي اثارهن الاستاذ مزاحم واحدة منهم صحيحة جدا. الآن إجماع شبه إجماع البيت الشيعي عفوا البيت السني على أنه تقدم ما له حق أن يترشح بديل عن الحلبوسي. كل البيت السني؟ العام الأغلب من البيت السني تقدم. أكو بيان 62 نائب مخولين محمد الحلبوسي. لا هذا 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 إعلام محمد الحلبوسي هذا ما يؤخذ به. لا والله ليش؟ مو صحيح مو صحيح. إعلام فارغ. فارغ؟ اي فارغ فارغ المحتوى يرمي الى اهداف انه يعني الحلبوسي لا يزال زعيم وممكن انه مباحثات سياسيه ترجع الحلبوسي الى مقعده وهذا محال. خب هذا واضح بس 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 الحلبوسي عنده بعده موجود جاي يشتغل تحت السياسه. اخي اعلام الحلبوسي الان اعلام الحلبوسي قائم على قدم وساق بس خوف الاعلام ويصرف عليه ملايين من الدولارات. خوف الاعلام هو ايش قد مقاعد السنه يغير من توجه الشارع السني لما يرمي ويهدف اليه. زين او في الاعلام ايش قد عدد مقاعد السنه؟ ايش قد عدد مقاعد السنه؟ قد عدد 72 مقاعد 78 طيب ما عدا 45 ايش قد يبقى؟ اخي 45 انت لا تجمع عليها الان 45 مثل استقاله الوزراء السنه اللي بتقدم مو ثلاثه لو لا الان ضميرك استقاله لا خاب ها يعني لا لا لها علاقه شلون؟ لا اسمح لي لا هم قدموا استقاله الناس ودوها لمكتب محمد الشياع هنا هيك بهالطريقه عمي هاك يا محمد الشياع رفضوا استقالاتنا لا تسمع الو حج محمد الله يخليك لا تقبلها ما قبلها
إيه؟ احنا انحرجنا وقدمنا استقالاتنا، هاي معلومتي وخل المشاهدين لا هذا هذا واقع يعني إيه؟ وكانه يعني رادها من الله على الله لا انه لا وزراء تقدم لا وزراء تقدم قدموا استقالتهم منا واتصلوا بمحمد اشياء قالوا له لا تقبلها لان احنا انحرجنا اخي يعني يعني هسه محمد تميم مثالا هسه رجل انا ما لا اعرفه ولا يعرفني ولكن من خلال متابعتي السياسيه بما تقلد من مناصب سابقه محمد تميم الان لوزير تخطيط نائب رئيس مجلس الوزراء لا 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 زين تتصور انه ويأتمر بامر الحلبوسي الحلبوسي يقول استقيله ويأتمر لي بياخذ تعظيم سلام يرى في نفسه هو اكبر مقاما من الحلبوسي يعني ما له علاقه طبعا بما لا يقبل الشيء زين هذا مثال هذا 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 مثال ولكن احنا يعني تعقيبا على ما تفضل به الاستاذ مزاحم فد جملة بسيطة أقول أنه ليش تستغربون أستاذ وائل من هاي الطروحات هاي واحدة من طروحات البيت السني يا طروحات هاي الطروحات اللي يقول لك إحنا بس جماعة مجموعة إيران نحترمها ولأنها قدمت الدعم هذا واحد من طروحات زي. البيت السني جزء من طروحات لا 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 البيت السني ليش تختلفون وياهم لا لا أبد ما مختلف تمام أبد ما مختلف بما أنا مختلف خلي أسألك دقيقة دقيقة مو هذا الموضوع شوي وقلت ما مختلف اكو فرق بين انه اقول احنا نرضى بفلان وبين انه اقول اني ارضى واني واستاذ محمد نرضى استاذ عادل ما نعرف يرضى لو باللغه جماعته احنا لا لا ده يحكي باسم السنه بمعنى اخر نوصل نتيجه على انه الان البيت السني لم يصل الى توافق بالاجماع تمام انا بس دورت كلام منطقي لا منطقي بس منطقي بس هسه يصير انا اقول الشيعة كليتهم يمشون بحكي ايران لا مو لا ليش تريدني اقول السنه كلهم يمشون بحكي ايران تمام القضيه مو قضيه ايران لا تاخذ الموضوع الى هذه الحساسيه لا 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 ابدا الموضوع مو هذا الموضوع القضيه مو قضيه لا انت كلامك كان واضح لو تقول لي كل السنه يمشون بحكي الامارات اقول لك هم مو صحيح صحيح كلامك منطق صحيح 100% لان كل هي اصلا كل بها مشكله مو بس انا اريد اسالك سؤال لان بما انه علقت قبل شويه على المعلومه اللي ذكرتها انا اول شيء وسائل الضغط لدى الحلبوسي كانت سحب الكتله وانسحبوا كتلته من البرلمان هسه قاعد يفاوضون على رئيس البرلمان هاي اول وحده راحت طارت سحبوا من البرلمان استقالوا من رؤساء اللجان من رؤساء اللجان وهددوا بالانسحاب قاطعوا طبعا حتى الاستقاله ما قاطع وزراءه حتى الاستقاله ما بس اسمح لي خليني اكمل خلي لا بس سؤالي يلا رجعوا النوب قدموا استقالات وزراءهم والنوب انسحبت الاستقالات صحيح ولا تقول لي محمد ما وافق عليهن ولا قدمت استقاله اذبها واطلع بعد ما ارجع لها اصلا لان انا مقدمها وخلاص وافق عليها ما وافق خليه يفصلني بالغيابات زين فاخويا وسائل الضغط عند الحلبوسي انتهت الحلبوسي الان بس يريد يرجع ما يقدر بس يريد يعين نفسه ما قاعد يرجع ما قاعد يقدر استقالات نوابه رجعوا كلهم واللي قالوا ما نقعد على الكرسي مالته هسه قاعد تفاوضون على الكرسي مالته نفسه الوزراء رجعوا لشغلهم واصلا ما انقطعوا من شغلهم ومشوا هذا هيك شكليه الله وكيلك لكن شو ماكو تقتنع بهذا الكلام لو لا لا طبعا لا شنو الجواب لا لا مو جواب هو القضية هي عمل سياسي ايه؟ هذا العمل السياسي أكو منتظم سياسي استهدف رئيسه ايه؟ استهدف رئيسه تمام وطلع من منصبه فبالتالي هذا رئيس الكتلة عنده أدوات يقدر يضغط بيها بأي طريقة حتى يستوعب الموضوع حتى ايه؟ ممكن أكو عودة أكو تأثير على قرار معين أكو نقطة يحصلها بالتفاوض فكانت هذه النقاط هي استقالة النواب من رؤساء اللجان ومقاطعتهم للاجتماعات السياسية زين ليش رجعوا بس عفوا ولا شفت بيان قال لهم رجعوا والله العظيم ولا بيان قال لهم ندعوكم للعودة رجعوا وحدهم تدري وين من هم رجعوا هم الجماعة السياء للتقدم من النواب ايه وين رجعوا قاعد يرشحون يرشحون غير قبل شويه تقول راح يرشحون رئيس مجلس النواب هسه هذا اجتماع داخل الكتل مالك اي تمام يا يصوت عليه بالبرلمان يعني معناته عوده شنو عوده تمام هسه هو استقال من رئاسه اللجنه يعني ليش ما يرشح اذا رئيس كتلته قال له تعال رشح صير رئيس مجلس النواب مكاني اي خويا قاطعوا الجماعه ايش بيانهم ما قاطعوا عزيزي قاطعوا الجلسات السياسيه اي مو جلسات مجلس النواب زين جلسات السياسيه مع باقي الكتل للتشاور هذه قاطعوها زين ورئاسه اللجان
هم مو كل النواب مشمولين بالجلسات السياسية. بس اللي مشمول بس ولا كل النواب مشمولين برئاسة اللجان. بس رؤساء الكتل. اللي معني برئاسة اللجنة يستقيل، واللي معني بالجلسات السياسية يقاطع، والوزراء يستقيلون. تمام. الوزراء ما استقالوا. لا استقالوا. لا يعني ما لا. لا, يعني لا استقالوا. لم ولكن أنت اليوم من تجي أنت أي ما تحققت لأنه أكو رئيس لمجلس الوزراء. هذا الرئيس قال لهم اني تردون تسببوا لي خلل واختلال في الكابينه الحكوميه. يعني محمد الشاعر السوداني نقدر نقول اجهض مشروع الحلبوسي بعدم قبول الاستقاله. ها ليش ما نقول اتفقوا اخوي؟ والله يعني خبر محمد السوداني الله وكيلك. الو احنا انحرجنا قدامه يا اخوي والله العظيم. صحيح انحرجنا قدام الحلبوسي. صحيح. شكرا استاذ وائل. معلومتي الأضبط. يا شكرا استاذ وائل، شكرا استاذ عادل، شكرا شيخ مزحم. اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.